إن كل شيء خلقناه بقدر. ما معنى هذا؟ معنى أن كل شيء في هذا الكون نزل بتقدير الحكيم العليم. فالله تعالى هو الذي خلق هذا وجعله غني، وخلق هذا وجعله فقير، وخلق هذا وجعله مريض، وخلق هذا وجعله كل الناس. الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاهم ما يراه بخبرته. يقول سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني لو كان كل الناس أغنياء، ما رأيك لو كل الناس أغنياء شو بيصير؟ كيف تصير الحياة؟ والله ما نستطيع نعيش، ما نستطيع. ليه؟ ما راح أحد يتوظف، ولا أحد يشتغل، ولا راح تلقى ولا واحد يشتغل في البلدية، ولا واحد يشتغل صناعي يصلح سيارتك. ليه؟ كلهم أغنياء. تتعطل الحياة، لابد من غني وفقير وقوي وضعيف وصحيح ومريض. هذه الحياة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لماذا؟ إنه بعباده خبير بصير. هو الخبير، هو اللي يعرف حالته، وهو الذي يعرف ما هو ما ينفعك أو يضرك. ولذلك عندما ينزل البلاء، مصائب الدنيا هذه عندما تنزل، فأنت أحد ثلاثة أشخاص. النوع الأول من الناس قد يكون إنسان صالح مصلح ما بينه وما بين الله، وطائع ولا عنده ذنوب، وبار بوالديه، مؤدي لصلوات، ما شاء الله أموره كلها ممتازة، ومع ذلك ينزل عليه المرض، وينزل عليه الدين، ويعيش في فقر وفاقة، ويدعو ويدعو ولا يستجاب له. طيب، هذا نوع من البلاء. ننظر إلى حالة هذا الإنسان، إن كان والله كما كان فعلا، يعني إنسان ما فيه أي مشكلة لديه بينه وبين الله، فنحن نقول له هنا: لا تقلق، فإن لك في الأنبياء قدوة حسنة. الآن من هو النبي الذي دفن ستة من أولاده بيده؟ من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هو النبي الذي فقد ابنه 40 سنة؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام. ومن هو النبي الذي بيع كما يباع العبيد؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن هو النبي الذي هده المرض ومات أولاده كلهم وفقد حلاله كله وأصبح في مرض حتى إن زوجة الناس كلهم عافوه؟ أيوب عليه الصلاة والسلام. طب هل كانوا عصاة؟ هل كانوا مذنبين؟ لا، ولكن هؤلاء أراد الله رفعتهم ولذلك ابتلاهم. فإذا كنت على خير وطاعة وجاك الابتلاء فاحمد الله واشكره. الله يريد أن يرفعك، الله نظر إلى صلاتك فإذا بها ضعيفة. ما أنت صاحب قيام ليل، ولا أنت صاحب صيام، ولا صح أنك رجل مصلح ما بينكم، لكن عبادات ضعيفة، فيبتليك الله بالأمراض عشان يرفعك. ليه؟ لأنك تستحق أن تكون في الفردوس الأعلى، ما تكون في أطراف الجنة. علشان كذا ارضى واقبل وقل الحمد لله. ما نزل من الله من بلاء فهو بحكمة، وما نزل من الله من سرر ضراء فهي بحكمة، وما نزل من الله من نعمة فهي بفضل منه سبحانه وتعالى. إذا صبرت فثق بقول الله تعالى لك يوم القيامة: إنما يوفى الصابرون أجرهم كم؟ بغير حساب. تدري ايش معنى بغير حساب؟ الحين أنت لما تريد أن تنفق شيء تبدأ تحسب كم بنحط في العشاء، وكم بنحط للسيارة، وكم بنحط وكم بنحط. حسب. ليه؟ يعني طاقتك محدودة. الله لا يحسب، يعطي العطاء العظيم لأن خزائنه لا تنفذ أبدا، وهذا هو عطاء الله للصابرين. النوع الثاني من الناس هو عبد صالح لكنه لعوب، صاحب سفرات، يعني عنده مال فيستخدمه أحيانا في المحرمات، لكنه يصلي وطايع، لكن غرقان في الذنوب. هذا الإنسان قد يبتليه الله عز وجل، لكن ابتلاء الله له هو تذكير وتنبيه. ماذا يقول ربكم جل جلاله؟ يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا يا ربي ظهر؟ يعني الله قد يفسد على العبد ماله، يفسد عليه صحته، يفسد عليه حياته عموما. لماذا؟ قال: بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب ذنوبك، بسبب أخطائك، بسبب تصرفك الخاطئ بهذه النعمة. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شفت رحمة الله فيك؟
فالله شاف بك تلعب في المال يأخذ منك المال. ما يصلح تصير غني، لازم تصير فقير، لأنك لو صرت غني فسدت. فما دامك فقير يزيدك في الصف الأول في المسجد، تعرف ربك خلاص يجيبك الله إلى المسجد. إذن إذا رأيت عندك ذنوب وخط أخطاء ثم جاءك الابتلاء، فاحمد الله أن الابتلاء جاء في الدنيا ولم يؤخر إلى الآخرة. وارجع وراجع نفسك وأصلح، ترى يمكن أنك أنت جالس تشتغل تقول ليه أنا ماني قاعد أكسب في تجارتي، وعمالك يدعون عليك في آخر الليل أن الله ينتقم لهم منك لأنك مؤخر حقوقهم ورواتبهم. عشان كذا فتش في نفسك عشان تصلح حالك. النوع الثالث من الناس هذا اللي غرقان في الذنوب والمعاصي، ومع ذلك لا يرجع ولا يتوب، ويمكن يلحد في الله، ويمكن يعلن الكفر بالله، ويمكن يشكك في أمور الدين. هذا قد لا يأتيه أي بلاء، يمكن يعيش بالعكس تجارته تزيد، ويمكن يرى أن صحته أحسن، ويمكن يرى أن النعم تنكب عليه بعد. انتبهوا يا أخي، جاء رجل إلى الحسن البصري فقال، اسمعوا الكلام هذا مهم لا نريد الإطالة، قال يا حسن إني سمعت أن لكل معصية عقاب. قال نعم. قال طيب أنا عصيت الله كثيرا ولم يعاقبني، ما عندي أي معاقبة. فقال له يا بني بل كم عاقبك الله جل جلاله وأنت لا تدري. قال كيف؟ قال ألم يسلبك حلاوة المناجاة؟ ألم تمر عليك الأيام والأيام دون أن تقرأ آية من كتاب الله؟ ألم تمر عليك الليالي الطوال وأنت محروم من صلاة مع العباد؟ ألم يمسك لسانك عن ذكر الله عز وجل؟ ألم تثقل عليك الطاعة؟ ألم تسهل عليك المعصية؟ ألم تنسى الآخرة ولم تفكر فيها؟ قال نعم. قال هذا هو العقاب، العقاب أن الله يكره منك الطاعة فلا يعينك على الطاعة. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدة. انتبه، هذا أخطر أنواع العقاب. إن الله سبحانه وتعالى ما يحبب إليك الإيمان ولا يعينك على الطاعة. لماذا؟ لأنه اختبرك في المرحلة الأولى واختبرك في الثانية وكلها تفشل، فلما رأى أن الله لا فائدة منك تركك. من المحتاج للآخر؟ أنت لله ولا الله لك؟ أنت المحتاج. ولذلك ننتبه يا إخواني، هذه المصيبة خطيرة جدا على العبد، فننتبه لقلوبنا وننتبه إذا جاءتنا المصائب نتعامل معها بالرضا، نشوف نفتش في حالنا على طول. خلنا اختصر لك الكلام، إذا جاءتك المصيبة أول ما تنزل عليك المصيبة فتش في نفسك، إن كانك من النوع الأول احمد الله واشكره بالله الثبات، وإن كانك من النوع الثاني فتش في نفسك وأصلح حالك وصلح أمورك لأن هذا تنبيه لك من الله، وإن كانك من النوع الثالث اللي هو غرقان ارجع 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 فقد يأتيك الموت في أي لحظة. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اسمع الكلام، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اسمع ماذا يقول لك، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب وإيش بغتة فجأة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين. فأسأل الله أن يكفينا شر ختم القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ليش؟ إنه بعباده خبير بصير. إذن أنت الآن عندما تأتيك الأقدار اصبر وثق أن القدر الذي جاءك من أرحم الراحمين ومن أعدل العادلين ومن الذي يعلم أين الخير لك. هل الخير أن تعيش مريض أو تعيش صحيح؟ هل الخير أن تبقى مديون أو تكون إنسان تاجر؟ إن الله تعالى لا يعجل لعجلة عباده. العباد يعجلون، شو معنى يعجلون؟ يبغى اليوم يخلص الدين، يبغى اليوم يطيب من المرض،
يبغى اليوم ينتهي من مشكلته، يا رب فكني من هالأزمة يا رب، فتجده عجل يبغى يخلص بسرعة. لكن الله لا يعجل لعباده حتى ينتهي تدبير الأمر كما يريد الله، ثم بعد ذلك يعطيك الله ما هو خير لك. مثال، أعطيكم مثال للتقريب. لو أن أما تطبخ أكلا، الأم دخلت المطبخ تطبخ، وابنها جائع جوع شديد، وجاء عند أمه وهي تطبخ، الأكل ما زال على النار، أعطيني أكل أنا جائع، ويبكي ويتلوى تحت قدميها، هل الصح أن تعطيه الأكل الذي لم ينجح بعد فيتأذى منه بدل ما يشبع، أو تقول انتظر 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 حتى يستوي الأكل ثم تعطيه الأكل؟ أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. أنت قاعد تدعي، ما هو من مصلحتك أنك تطيب الآن، ليس من مصلحتك أنك تفتك من الدين الآن، ليس من مصلحتك أنك تسافر لبلد الفلاني، الله الذي يعلم. ولذلك ما يعطيك كل ما تريد، إن من رحمة الله بك ألا يعطيك ما تريد أحيانا. عشان كذا عود نفسك دائما على الثقة بالله والصبر على أقدار الله، وكن دائما إذا جاءتك المصيبة تقول إنا لله. أنا إيش معنى إنا لله؟ يعني أنا ملك لله وإنا إليه راجعون. هل يمكن للعاقل أن يفسد في ملكه؟ أنت تروح بيتك تقطع الفرشات تكسر اللمبات، ويمكن هذا؟ مستحيل. طب أنت الآن لله، ملك لله، فهل يمكن أن يبتليك الله فقط فساد؟ لا أبدا، يجب أن تثق إذن بأن الله في عطائه وفي ابتلائه ذو حكمة، وبذلك تستطيع أن تصبر على أقدار الله. الصبر أيضا على طاعة الله، هذا النوع الثاني من الصبر، الصبر على طاعة الله. الآن يا إخوة، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في الكتاب؟ يقول اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لازم تصبر نفسك على الطاعة. ولذلك يا إخواني، الصبر ثوابه عظيم. لماذا؟ لأن الصبر معناه أنك تخالف هوى النفس، تخالف هوى نفسك. نفسك تحب النوم، أليس كذلك؟ الله يحب أنك تقوم الليل، فعندما تترك مراد النفس وتقدم مراد الله وتترك النوم من أجل الله، يعجب الله من صنيعك كيف استطعت أنك تتخلص من شيطانك، يعجب الله منك. لذلك الذين يعجب الله منهم ثلاثة، واحد منهم كان في قتال في حرب مع الكفار، فلما رجع الناس خافوه واستمر يدافع عن دين الله حتى مات، فيعجب الله من صنيعه. والشخصين الآخرين، واحد متزوج بزوجة حسناء جميلة يتركها ويقوم يصلي بين يدي الله الليل، فيعجب الله من صنيعه. والثالث يكون جاي من سفر تعب وإرهاق، فإذا نام الناس قام هو يصلي بين يدي الله. هنا يسأل الله تعالى ملائكته ما الذي دفعه على ذلك؟ ليش؟ قالوا رجاء ما عندك وخوف مما عندك، يعني رجاء الجنة وخوف من النار. فيقول الله قد أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. لماذا؟ في صبر. الآن أعطيكم مثال ثاني، بر الوالدين. بر الوالدين، أعطوني آية في القرآن تحث الأم والأب أن يكونوا يحبون عيالهم أو يبرون بعيالهم. الآية الوحيدة اللي في القرآن تحث الأب على الأبناء هي في قضية الميراث والعدل، لكن لا يمكن تجد لا آية ولا حديث تنصحنا نحن الآباء أن حنا نحب عيالنا. لماذا؟ لأن حب الآباء لأبنائهم فطرة، فطرة ما يحتاج، الله قذفها في القلوب علشان يتحملون أطفالهم. لكن حب الأبناء للآباء لا، ما صعب، لا يمكن تحب أنت أبوك مثل ما أبوك يحبك، مستحيل. ولن تعرف قيمة حب أبوك حتى تنجب أنت الأولاد، فتعرف هذا الطفل الذي أنت تتألم لألمه، هذا نفس الشعور موجود عند أبوك، هل شعورك هذا موجود تجاه أمك أو أبوك؟ لا.
ولذلك يأتيك في القرآن دائما الحث على البر، ويعطيك الله الأجور العظيمة على البر، ويأمرك الله عز وجل أن تصبر عليهم. لماذا؟ لأن الموضوع يحتاج إلى صبر. عرفت كيف؟ عرفت لماذا يتميز أهل الصبر؟ ليش أهل البر يتميزون؟ لأنهم استطاعوا أن يصبروا. ليش أهل قيام الليل هم أفضل الناس والذي سماه شرف المؤمن؟ لأنه يحتاج صبر. لماذا المحافظة على الصلوات ترفعك وتجعل الله يحبك؟ لأنها تحتاج إلى صبر. لماذا الصيام؟ لماذا الصيام يقول عنه الله تعالى كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ لأنه يحتاج إلى صبر. كل عبادة تحتاج إلى صبر. ما هو جزاؤها؟ جزاؤها هذه الآية، احفظوها: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما يقول لك مليون حسنة ولا بيت في الجنة، لا لا، بغير حساب. لماذا؟ لأنك استطعت أنك تقهر نفسك وتصبر على طاعة ربك. لذلك إذا أتيت يوم القيامة يعطيك الله، وإذا أعطاك الله ماذا سيعطيك؟ يقول لك بغير حساب. فما أجمل عطاء الكريم إذا أهب. لذلك يا إخواني لازم نقرأ عن الصبر، لازم نتعلم الصبر. الصبر ما أعطيك إياه أنا في خطوة، افتح اليوتيوب مثل ما أنت قاعد تفتح كل المقاطع واقرأ كيف أتعلم الصبر، كيف أصبر. لماذا؟ لأنك إذا استطعت أنك تصبر قهرت الشيطان وسرت على طاعة الرحمن وفزت بالفلاح. ويقول الله كما قلت في بداية حديثي: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وإيش؟ وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحياة صبر ساعة كما قال عليه الصلاة والسلام، ساعة. ترى الدنيا لكل اللي تشوفها لي ساعة. لذلك إذا بعث الناس يوم القيامة يقولون كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أقل. كل اللي ترى هذا. فلذلك اصبر، اصبر حتى تفوز بما عند الله من الخيرات. أسأل الله أن يجعلنا من الصابرين وأن يعيننا وإياكم على طاعته. فقولوا ما تسمعون وأستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هناك نوع من الطغيان اسمه الطغيان في الافتراء على الآخرين، أكل حقوق الآخرين. تجد مثلا إنسان قوي يخاصم ضعيف في ماله، أو مثلا رجل يخاصم زوجته لأنه قوي متجبر وهي ضعيفة لا حجة لها ولا مالها نصير، أو قوي حجة يجادل من هو أضعف منه في عمله وهو يعلم أنه على باطل طبعا، أو متسلط يهرب من المسؤولية فتجده يفتري على الآخرين ليبري نفسه، ثم يقول: من ذمتي لذمتكم. إذا وقف أمام القاضي، لأنه هذا بعض الناس مثلا تجده معه محامي جيد، أو مثلا لديه لسان ذرب يستطيع أن يتحدث ويتكلم بفصاحة، وخصم ضعيف لا حجة له ولا ما يقدر يواجه هذا الطاغية. بعض الناس ترى سبحان الله متحايل مكار يعني فاجر خصيم، وهؤلاء ذمهم الله عز وجل، ذم هذا الإنسان الذي يفجر في خصومته. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على قلبه وهو ألد الخصام. نعوذ بالله من هذه الصفة. هؤلاء الذين يعني استطاعوا أنهم ينتصروا بكلامهم، ينتصروا بواسطاتهم، يشترون الشهادات ويزورونها، ثم بعد ذلك يأتون إلى القاضي فيحكم له القاضي. يظن هو الآن أنه خلاص خلت مسؤوليته مدام القاضي حكم، خلاص من ذمة القاضي. لا يا حبيبي، لا لا يا حبيبي، انتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل أن يوجد المحامين وغيرهم، قالها. وقال ماذا؟ قال: إنما أنا بشر. أنه كان يقضي بين الناس عليه الصلاة والسلام. إنما أنا بشر، وإنه ليأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. يعني كلامه أحسن وأحكم ومضبط الأمور وضابط الشهادات وإلى آخره، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك. خلاص أنا أقضي بالظاهر. الآن القاضي ما عنه شيء. لماذا؟ لأنه يقضي بالظاهر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، والله المسألة ما هي سهلة. قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. انتبه، هذه قطعة من النار.
يقولون في بلاد الشام أنه كان هناك رجل يريد دينا من رجل، رجل يريد دينا من رجل، تمام؟ فذهب إليه وقال سددني. فقال صاحب كان المدين كان عنده مزرعة ولم يكن يريد أن يبيعها حتى لا يخسر، قال له يا أخي انتظرني اصبر علي شوي، أنا عندي المزرعة دي لو أنا بعتها الآن انكسرت، ولو يعني يسرت علي فأنا معسر. رفض صاحب المال وتحايل عليه وقال خلاص اكتب أو ارهن المزرعة عندي واكتبها باسمي رهن، فإذا يعني قد نعطيك فرصة سنة إذا سددت، وإلا فإني إيش أبيع المزرعة. اتفقوا، صاحب المزرعة رهن المزرعة عند صاحب الدين وأعطاها إياه، ثم بعد فترة من الزمن وقبل أن يحل وقت الدين استطاع أن يحضر المبلغ الذي لصاحب الدين، فجاءه يعني صاحب المزرعة جاء عند الذي أخذ منه المزرعة ورهنها وقال هذا مالك خذه وأعد لي مزرعتي. فضحك الرجل وقال أي مزرعة؟ قال التي رهنتها عندك على أساس ديني. قال خلاص المزرعة لي وأنا بعتها. قال طيب مالك حق تبيع، أنا ما اتفقنا أنك تبيع، أنا أريد مالي، وأن تعرف أن المزرعة ذي تساوي أضعاف هذا الرقم الذي لك. فرفض وقال خلاص الموضوع انتهى، ورفض أن يعيد له المال ورفض أن يعيد له المزرعة. فذلك الرجل انكسر وتألم وحلاله ضاع من بين يديه، فماذا يعمل؟ ما الحل؟ لجأ إلى الله عز وجل وقال حسبي الله ونعم الوكيل، هذا الذي أقوله لك. الذي باع المزرعة هذا اللص هذا ما شاء الله أخذ الأموال ونمى ثروته وزاد رزقه، وظن بذلك أنه يعني أمن من مكر الله عز وجل، وذلك المظلوم الذي أخذ ماله ازداد غمه وهمه حتى جاءه مرض القلب وكان في حالة الموت والاحتضار. ثم بعد ذلك قال لابنه وصية، قال يا بني إذا أنا مت خذوا جنازتي وضعوها أمام دكان ذلك الظالم، وأنا في الأرض ممدود عنده ناده خلوا يجيني، فإذا جاء الرجل قل أبي الميت هذا يقول لك لقد فررت من قاضي الدنيا وإني أنتظرك عند قاضي الآخرة عند الله عز وجل، عند الذي لا تخفى عليه الخوافي. فانتبهوا يا إخواني من طغيان أكل حقوق الناس، فوالله إن هذا الذي فعله هذا الرجل ما هو إلا قطعة من النار سوف يجدها أمام الله يوم القيامة، والله يعين هذا الإنسان. من الطغيان أيضا يا إخواني أكل أموال الورثة خاصة النساء، تجد سبحان الله العظيم يعني ينزل يموت الأب ثم بعد ذلك يكون هناك إرث، فتجد الأولاد عندهم مثلا أخوات متزوجات أو كذا، فيقولون كيف نعطي حلالنا لزوج فلانة، وما هو لزوج فلانة هو لأختكم، هذه لها نصيب مثل مالكم، فتجدهم سبحان الله العظيم يمنعون حقها من الإرث، وقد تكون محتاجة، قد تكون فعلا تريد هذا المال ولم تعطيه إياه من طيب نفس، أو أحيانا أسكتت عن حقها لأنها تستحي تخجل تخاف أنها يعني تقطع رحمها، عندها إخوان طغاة. فهذا الذي يتسلط على أموال الورثة، في آيات الورثة انتبهوا فيه خاتمة عجيبة جدا يختمها الله عز وجل في آيات الورثة، ما هي؟ في كل نهاية آية يختمها الله عز وجل باسم العليم أو بصفة العلم، فمثلا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. في الآية الثانية وصية من الله والله إيش عليم حليم. وفي الآية الثالثة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء ماذا عليم. فكثير من أكلة المواريث يصيبهم الجشع والطمع ويجحدون حق إخوانهم ونسوا أن الله سبحانه وتعالى عليم بتصرفهم هذا، وأن المظلومة هذه لها رب يوم القيامة شاهد على ما فعلوه وسينصفها يوم القيامة. فاتقوا الله في أموال الأيتام، هذه يتيمة وأنت أكلت مالها، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. انتبهوا من الطغيان بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني حذر من المال وفتنته، فقال ما ذئبان أرسل في غنم
بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدين. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، بارك الله فيكم، من أخذ أموال الناس. من الطغيان أيها الإخوة العون في ظلم الآخرين. يعني مثلا نعود إلى المثال الذي ذكرناه سابقا، إخوان عندهم أخت أو أختين، زين، أو قد يكون عندهم إخوة من 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 أبيهم من أم ثانية لكنه ضعوف وصغار، فتجد المتسلط أو الكبير يحكم بما يراه ويظلم حقوق الناس. طيب والأخوة البقية يقول إحنا ما لنا دخل، هذا أخونا الكبير ويتصرف. لا يا حبيبي، إعانة الظالم في ظلمه من الظلم، ولذلك هذا من الطغيان، أن تعين الظالم، أن تعين الظالم على ظلمه. فتجد سبحان الله العظيم يظنون بذلك أنهم يسلمون، وهذا غلط. ماذا يعني؟ شوفوا، من حال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. أعيد، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. هذا قس عليه هذا الأخ الذي يرى الظلم ولا يقف معه، موظف يرى ظلم المدير على موظف آخر فيسكت عن الحق ولا يقف مع المظلوم، أو يطلب للشهادة فيرفض. إن أيا كان، الصور كثيرة ولا تخفاكم، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم. يعني يوم القيامة ترى ما في سداد فلوس، فليس دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. ثم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ومن خاصم في باطل وهو يعلم، انتبه، العقاب ترى مو بس في الآخرة بل حتى في الدنيا، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. الله، تخيل إنسان يعيش 50 سنة 60 سنة بعد ظلمه لأحد العباد، أو بعد مثلا أن يعني يطرده من عمله، أو يأكل ماله بالباطل، أو يؤذي هذه الوريثة، أو يظلم الزوج، أي ظلم كان، ويعيش وقد أخذ حقوق الناس في ترف، هذا كل عمره هو يعيش في سخط الله، لم يزل في سخط الله بشرط واحد. ماذا قال؟ قال حتى ينزع. حتى إيش؟ حتى ينزع، إلا إذا تحلل من هذا الأمر يرتفع عنه سخط الله. الحين بعض الناس يقول يا أخي أنا أدعي ولا يستجيب الله لي، ليش؟ فتش فتش، يمكنك أنت تقوم تدعي وفي واحد آخر ظلمته أنت يوما ما أقوى منك دعاء، ودعاءه يصل ويحجب دعائك الذي ترفع إلى الله. فتشوا في أنفسكم يا إخواني، انتبه، بارك الله فيكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في إكمال الحديث: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، يعني أنت قلت إن هذا ظالم وهو ليس بظالم مثلا، أو تقول هذا يريد أن يأخذ مال ليس له، فمعنى هذا خيانة للأمانة وهو ليس بصحيح. من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس، متى؟ يوم القيامة، في ردغة الخبال. ما هي ردغة الخبال يا أحبابي؟ هي صديد أهل النار الذي يخرج من الذين في النار، يجتمع في مستنقع كبير، هذا المستنقع اسمه ردغة الخبال، يحبس فيه، يعني يغمس فيه حتى يأتي بالمخرج من مقال، يعني يتحلل من مقال، اثبت ان هذا فعلا ظالم، او ان هذا كافر، او ان هذا فيه ما فيه، انت وصفته بصفات ليست فيه، اثبت. اخواني ترى حرمة المؤمن عظيمة عند الله عز وجل، يجب ان ننتبه، بارك الله فيكم. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر، والألباني ذكره في السلسلة الصحيحة، إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود. أيضا يا إخواني، من الطغيان طغيان الإنسان باستمراء الذنوب، التمرد على الله، تجد سبحان الله العظيم يسمع آيات الله تتلى عليه فيصر مستكبرا كأن لم يسمعها، تأتيه العبر والعظات فلا يلتفت، يسمع كل يوم المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وتجده ولا يعترف أصلا في الصلاة، يجد سبحان الله العظيم من ذنب إلى ذنب إلى ذنب، والله يقول له ونخوفهم 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 فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، تجده أحيانا يخسر في ماله فيذهب ليرابي لكي يعيد المال. يا أخي الله سلب منك المال عشان ينبهك، فتأتي بمصيبة أكبر من أجل أن تعيش على الظلم. انتبهوا يا إخواني، لازم إحنا ننتبه لأنفسنا. الإنسان عندما يستمرئ الذنب يختم الله على قلبه. تدريش معنى يختم الله على قلبه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الذنوب تعرض على القلوب كالعود حصيرا، كالحصيرة يعني فيها عود 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 عود، كذلك الذنوب نقطة 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 نقطة، كل ذنب نقطة سوداء،
إذا لم تتبع السيئة بحسنة عشان تمسحها تستمر النقطة السوداء، فتجد نقطة سوداء على نقطة سوداء، تذهب هذه بالتوبة، فإذا لم يتب استمرت الذنوب واستمرت الذنوب واستمر السواد حتى يصبح القلب كالغربال، يعني أسود، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال كالكوز مجخي، يعني شفت الكاس إذا قلبته لا يمكن أبدا أن يصل إليه الماء، كذلك بعض القلوب لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، فيختم الله على قلبه. إذا ختم الله على قلبه يلا راح دور أحد يفتح على قلبه. شوف الآية هذه احفظوها وانتبهوا لها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هو لم يسجد لصنم، لا، هو قدم مراده على مراد الله، صلى ما راح أصلي، هذا حرام لا أباكله، هذا ما يجوز لا سأفعله، خلاص أصبح هواه هو المقدم على الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. خلاص الآن الله إذا كره من العبد الطاعة ختم على القلب، من يقلب القلوب إلا الله عز وجل. ختم على سمعه، فتجده لا ولا يعني ما يزدري أصلا ولا يستمع لكلام الله ولا للمواعظ، وكم من خطيب وكم من آية تقرأ ولا يهتم. وقلبه، ختم أيضا على سمعه وقلبه، تمام، وجعل على بصره غشاوة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني هو يدري أنه ضال لكنه مستمر معاند. شو هنا في فرق بين الجاهل وبين المعاند، لذلك خص الله عز وجل وقال على علم، يعني هو يدري أن هذا غلط ومستمر معاند. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، خلاص ما يرى، يعني لهم أعين لكن لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، نعوذ بالله، إنهم كالأنعام بل هم أضل، أعوذ بالله. يقول تعالى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر. العين أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن العين حق، وأنها تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. قد تخرج العين من الإنسان على نفسه، وقد تخرج من نفسه على حبيبه، ابنه أو زوجته أو إلى آخره، وهذا يحدث. يعني بالمتابعة وجد كثير من الناس سبحان الله أحيانا يؤذون أنفسهم وهم لا يشعرون، ويؤذون أحبابهم وأبنائهم. ولذلك الإنسان في هذه الحالة يجب عليه أن دائما كلما رأى شيئا جميلا أن يبرك. وهنا أنبه إلى قضية، البعض إذا رأى شيئا جميلا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا ليس هو التبريك. التبريك أن تقول تبارك الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تقولها إذا رأيت النعمة عندك أنت، كما قال صاحب الجنتين في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. لكن الذي تقول للآخرين تقول اللهم بارك، وهذا هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابي ألا بركت، أي قلت بارك الله تبارك الرحمن. فلذلك كلما رأيت شيئا جميلا قل تبارك الرحمن، أو قل ما شاء الله تبارك الله، يعني تضيف كلمة تبارك إلى ذلك، وبذلك يسلم الناس من شيء قد يخرج منك أنت فيصاب به غيرك. العين أيها الإخوة خطيرة جدا إذا أصابت الإنسان، ولكن لابد علينا أن نتجنب العين قبل حدوثها. لماذا علمنا التحصين والأذكار؟ لماذا علمنا أن نقرأ المعوذات؟ لماذا علمنا دائما أن نقرأ ذكرا في الصباح وذكرا في المساء؟ الإنسان يجب أن يعلم علم اليقين أن الذي يحميه من العين هو الله فقط. لماذا؟ لأن العين ليست سلاح، ليست سكين ولا سهم، ولا هي شيء مخفي يتعلق بالروح، والروح لا يحميها إلا خالقها جل جلاله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إذن هذا أمر غيبي لكنه يحدث ويصيب. ولذلك على الإنسان أن يحتاط بما علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. كلما أصبحت تقرأ المعوذات، تقرأ آية الكرسي، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. هذا تعويذك أنت لنفسك، تعويذك لأبنائك أو لمن تحب. لا تقول قل أعوذ برب الفلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق،
أعيذكم برب الناس، لأن بعض الناس يخطئ في قضية تعويذ الأبناء فيقرأ عليهم سورة الفلق وسورة الناس. لا، هي ليست بهذا. قراءة سورة الفلق وسورة الناس تنفع قارئها، لكن أن تريد أن تحمي أبنائك أو تحصنهم تقول أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إلى آخره. كذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها كل يوم 100 مرة يحميك الله. والله يا أحبابي هذا الدعاء لازم نحرص عليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قلتها 100 مرة كل يوم كتب الله لك 100 حسنة ومحى عنك 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل منك يوم القيامة إلا شخص قال مثلك وزاد عليك، وتكون لك كعدل عتق 10 رقاب من بني إسماعيل. لاحظ الكلمة، قال من بني إسماعيل، ما معنى ذلك؟ معنى أنهم أحرار فأعتقتهم، وهذا هو أعظم أنواع العتق، يعني ما هو عبد تشتريه ثم تعتقه، لا، هذا هو حر لكنه أصبح عبدا فتعتقه، وهذا أعظم أنواع العتق. ثم الخاتمة يقول وكانت حرز له من الشيطان يومه ذلك، يحميك الله سبحانه وتعالى من الشيطان. فاحرص على هذه الأذكار، وكلما قلتها قلها بيقين، وأنو الخير لنفسك وسيحميك الله ويحمي ذريتك معك بإذنه تعالى. هذا بالنسبة للأذكار، هذا ما قبل العين. طيب حصلت العين وجاءت العين، إذا جاءتك العين وأصبت بالعين فاعلم أن الحل الوحيد لها هو الرقية الشرعية. الرقية الشرعية لازم تنتبه لها يا إخوان. الراقي الصحيح من هو؟ الراقي الصحيح هو الذي يعلقك بالله لا يعلقك بنفسه. انتبهوا، أنا أريد أن أذكر لكم بعض النصائح اللي أعطيها الراقي نفسه وأعطيها من يبحث عن الرقية. أما الراقي فأقول يجب أن تعلق من تقرأ عليهم بالله لا بك أنت. دائما اقرأوا سورة البقرة، الله الله 3 أيمان أكررها، أن من قرأ سورة البقرة وحافظ عليها بنية الاستشفاء يوميا، تقرأها مرة وإن استطعت مرتين، ليبطنن الله السحر مهما كان. وأنا أمام عيني رأيت امرأة صالحة كان سحرها مدفون منذ 33 سنة، استمرت تقرأ البقرة شهرا كاملا حتى نطق من فيها اللي هو حارس السحر في جسدها، وقال والله لقد أحرقت السحر بأكمله بقراءتها سورة البقرة. لا تدركها العطلة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عود من تقرأ عليهم بأن يقرأوا سورة البقرة، عودهم على الأذكار الصحيحة، عودهم على الصلوات في أوقاتها، عودهم على الدعاء أن يكون بيقين، وأن يكون قلوبهم معلقة بالله الشافي هو الله ويدفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يكون الراقي هو الشافي، الراقي مجرد سبب. كذلك علموا من ترقونهم أن يعينوكم على أنفسهم، لأن بعض الناس سبحان الله العظيم يريد من الرقاه أن يرقونه وهو لم يحصن نفسه ولم يترك الذنوب التي كانت سببا في أذيته، ولم أيضا يفعل الأسباب التي تساعد الراقي. الراقي يريد مثلا منك أن تستخدم عشوة معينة هو جربها واكتشف أن فيها أثر. الراقي يريدك أن تحصن نفسك، الراقي يريدك أن تقلع من الذنب. ولذلك انصحوهم أن يعينوكم على أنفسهم حتى يكون لهذه الرقية أثر بإذن الله تعالى. ثم أقول أيضا إلى من يبحثون عن الرقية، إذا وجدت شخصا يكثر من الثناء على نفسه فلا تحرص عليه. إذا وجدت شخصا يستغل الرقية بالمال، في فرق بين من يستغل الرقية لأكث كسب المال وبين من يرقي فيأخذ المال. يعني إذا أخذ المال المعقول هذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن يأتي بعض الناس فيوهمك بأمراض ليست فيك من أجل أن يبتز مالك لا تحرص عليه، هذا رقيته مهما كانت سبحان الله لا أثر لها. أيضا إذا وجدت الراقي يستخدم ألفاظ غير معروفة وطلاسم لا تذهب إليه، هذا مشعوذ وليس براقي. إذا رأيت الراقي ليس عليه أثار طاعة الله لا تحرص عليه، هذا ليس براقي. إذا رأيت الراقي يطلب منك مثلا اسم والدتك، يطلب منك شيء من ملابسك، هذا ليس براقي. إذا رأيت الراقي يعلقك بأفعال
واضح عليها الشرك، كأن يطلب منك أن تذبح شيئا ما، أو أن تدفن شيئا ما، أو أن تتقرب قربانا لغير الله، ابتعد عنه، هذا ليس براقي. هؤلاء هم الكهنة، هؤلاء هم المشعوذون، هؤلاء هم الذين يضيعون دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم. إخوان الكرام، العين حق، ويجب علينا أن نجتهد في تحصين أنفسنا، ونعلم علم اليقين أن الله تعالى مع العبد كلما كان العبد قريبا من ربه. وأختم كلامي بفائدة جميلة بسيطة: أحيانا الإنسان ينزل في منزل فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم بعد ذلك يصاب بشيء يؤذيه. هنا فهم خاطئ عند بعض الناس، أنك إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات معناه أنه لا يصيبك شيء. لا، نص الحديث أن من قال أعوذ بكلمات الله التامات فأي منزل لم يضره شيء، لم يقل لم يصيبه شيء، قال لم يضره. يعني قد يصيبك الأذى لكن لا يضرك، ما دمت قد حصنت نفسك بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فاحرصوا على القرب من الله وكثرة الذكر، أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل شر، وصلى الله على نبينا محمد. من رحمة الله أن الله أعطاك فرصة، إذا قمت الصباح وقد حييت قل الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. احمد الله أن الله مدد في عمرك وأعطاك فرصة يوم جديد علشان تمسح الخطأ، وتحاول أنك تبني شيء جديد ينفعك إذا وقفت أمام الله عز وجل. وأنا أحذر نفسي وأحذرك معي من محبطات الأعمال. شوفوا يا إخوان، اجتهدوا في أعمالكم في البحث عن المباركات، الأشياء التي تبارك أعمالك، وابتعدوا عن المحبطات. ما هي المباركات مثلا؟ المباركات مثلا البكور، احرصوا دائما عن البكور. المباركات، ابحثوا عن الأعمال المضاعفة. في أعمال الآن قليلة في الأداء عظيمة في الثواب، مثل إيش؟ مثل الصوم مثلا، من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار كم؟ 70 خريفة. الذكر، الذكر من الأعمال التي تضاعف. سبحان الله بحمده عدد خلقه، سبحان الله بحمده زينة عرشه، سبحان الله بحمده رضا نفسه، سبحان الله بحمده بداية كلماته. تدري ايش معنى الكلام هذا؟ يوضع في ميزان حسناتك عدد خلق الله حسنات. من يحصي عدد خلق الله؟ هل يستطيع أحد أن يحصي عدد الملائكة وعدد الجن والإنس والطير والبحر وإلى آخره؟ ما تستطيع. هذه شوف، هذه أعمال يسيرة ذات أجور عظيمة. لأن أقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، إيش خير لي مما طلعت عليه الشمس. كل ما تراه لا يعادل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الأربع. فأحرص إذن الأعمال المباركات. ما الذي يكثر الحسنات ويمسح السيئات؟ ما الذي تكثر به الحسنات وتحط به الخطايا؟ 3 تعرفونها، كثرة الخطا إيش؟ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك هو الرباط. فأنت تبحث عن كل عمل مبارك، كل عمل يكون فيه مضاعفة احرص عليه. من الأعمال المضاعفة الجميلة قضاء حوائج الناس. يعني خلك ذكي يا أخي، عندك مشكلة رح في حوائج الناس اشتغل فيها. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه، كمل الحديث، كان الله في حاجته. إذا أنت عندك أي مشكلة إلجأ إلى الله من خلال خدمة الناس، علشان الله عز وجل يتولى أمرك ويفرج عنك. إذا ابحث عن أي شيء مبارك واعمله علشان تتضاعف لك الأعمال. لماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة؟ لماذا؟ لأن أعمارنا محدودة ولكن أجورها عظيمة جدا ولا حصر لها. ثم احذر أيضا من المحبطات. ما هي المحبطات؟ ترى مشكلة لما تعمل وأعمالك لا ترفع إلى الله عز وجل. هل في ناس أعمالهم لا ترفع إلى الله يا إخوان؟ من هم؟ تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، ويقول الله تعالى: أمهلوا هؤلاء. لماذا؟ لأنهم تقاطعوا فيما بينهم. انتبه من قطيعة الرحم. ترى يمكن أنت الآن تأخذ الموضوع عزة نفس، ولا تأخذ الموضوع لا 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 لا، في أمور الدين خل عزة النفس هذه بعدين، في أمور المرجلة وأمور الطيب وذهما عليه، لكن في أمور شيء بيأطلك عن الله، لا
بادر واقبل على ربك، لا تغلب حظوظ النفس على علاقتك مع الله عز وجل. مراد الله مقدم على مراد نفسك. ولذلك اعف واصفح، فوالله أقسم كما أقسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ثلاثة أقسم عليهن ما زاد عبد بعفو إلا إيش؟ إلا عزة. والله ما تنازل عبد عن قطيعة إلا وأعزه الله عز وجل. فهذه القطيعة ابعد عنها ولا تجعلها تسيطر على قلبك، ولا تجعل الشيطان يتمكن من نفسك. اعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أيضا من محبطات الأعمال مثلا الحسد. الحسد يا أحبابي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما قال عليه الصلاة والسلام. ليش؟ إيش مشكلة الحسد؟ مشكلة الحسد أنه من الذنوب التراكمية. في ذنوب تراكمية. كيف يعني تراكمية؟ يعني مثلا الآن واحد مثلا شاف له مثلا منظر محرم، هذا خلاص، هذا بس نظرت وذنب واحد. الحسد لا، مو مثل كذا. الحاسد يكذب، الحاسد يقاطع، الحاسد يقع في النميمة، الحاسد يقع في البهتان، الحاسد يأكل يمكن أحيانا أموال الناس، الحاسد يظلم. شوف كم ذنب ترتب على الحسد. عشان كذا ابعد عن هذه الذنوب اللي تحبط أعمالك، تحرق حسناتك. تلقاك شغال في الليل ونقيام ليل وصيام نهار وحسناتك تحترق. أيضا ابعد عن حقوق الناس، ترى هذه من أكبر المصائب. الذنوب يا أحبابي نوعين، نوع بينك وبين الله ذنوبك الخاصة، ونوع بينك وبين الناس. الذي بين الله الأصل فيه الرحمة، وربك رحيم، توبة صادقة تمسح كل ما بناه الشيطان. يعني الشيطان يشتغل عليك 70 سنة ثم تتوب توبة صادقة وتأتي إلى ربك وقد أصلحت صلاتك وحافظت على توحيدك، يقابلك الله بغرابها مغفرة. ربك رحيم، الله ما يبي يعذب العباد يا أخوان، الله يريد أن يرحم العباد. لكن المشكلة في حقوق الناس، هذه المشكلة. ولذلك لعلي أختم كلامي بمثال. الآن يا أحبابي لو أنك مثلا عسكري وجلست في العسكري لك 30 سنة وأنت تخدم، وبعدين بعد ما انتهيت من الخدمة تعبت لك 30 سنة وانت في شقة ومن قبر الفجر وانت صاحي وتدريبات وسهر وليل وعيالك ما يشوفونك احيانا الاسبوع لانك مرابط والى اخره، يوم خلصت صرفوا لك بدل نهاية الخدمة، اعطوك مثلا لك 30,000 40,000 وقل هذه نهاية الخدمة، ربعك واخوياك سووا لك ذيك العزيمة، يا مرحبا فلان الله يوفقك ويسعد قلبك ويستر عليك، اخذت معك الخدمة الحين معك 40,000 هذه، وقلتهم والله أني أحبكم يا أخوي، يعني تحركت النخوة في قلبك والكرم جاءك ما شاء الله، ما أدري من ينصب عليك، وخذ يا فلان هذا لك الهيل، وانت لك 3 وانت لك 5 وانت لك 10، ما شاء الله ما خلصت العزيمة إلا أنت موزع هالقريشات على الناس، هذا سفيه ولا عاقل يا أخوان؟ جابون سفيه ولا عاقل؟ هذا سفيه. عيالك اللي لهم 30 سنة ينتظرونك تشتري لهم بيت ولا تصلح أحوالهم في هالخدمة هذه، بدل الخدمة تقوم بس توزعها في لحظة. أسألكم بالله أيهم أشد سفاهة، الذي يوزع فلوسه في الدنيا ولا الذي يوزع حسناته يوم القيامة؟ صح ولا لا يا جماعة؟ كم من الناس سوف يأتي يوم القيامة معه حسنات كجبال تهامة، لكن يأتي وحلقه مليان سفك دم هذا، أكل مال هذا. ترى شوف يا حوالي حديث المفلس ركزوا فيه، ترى ما ذكر ولا ذنب بينك وبين الله. من المفلس؟ قال الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، ولكن يأتي، هل قال زنا؟ ما قال زنا. هل قال شرب خمر؟ ما قال شرب خمر. قال يأتي وقد أكل مال هذا، هذه حقوق صح ولا لا؟ وسفك دم هذا، هذه حقوق، وظلم هذا، هذه حقوق. ولذلك انتبهوا من حقوق الناس، هذه اللي يعني ما يمكن أبدا أن تتنازل فيها، ولا بد أنك تحرص منها. فأقول إخواني نحن سعينا، نحن سعاة في هذه الأرض، فلنحسن السعي ولنحسن الاتجاه ونحاول أن يكون يومنا خير من أمسنا، وأبشروا بالخير. فإن من كرم الله عز وجل لعباده أن الله تبارك وتعالى جعل علينا ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، يكتبون أعمالنا الطيبة والسيئة، والطيبة تضاعف والسيئة مجرد ما أن تتوب إلى الله يخلصك الله منها، بل ويبدلها إلى حسنات، لأن الله تعالى يحب أن يرحم العباد. والله يريد أن يتوب عليكم،
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أسأل الله تعالى أن يحرم وجوهنا على النار وأن يجعلنا من التوابين المتطهرين وأن يعيننا على طاعته ومرضاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم وبارك على نبينا وسلم وبارك على نبينا وسلم وبارك على نبينا.